السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكل متابعي الرياضية السعودية، حيث نتواجد اليوم في مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر لنواصل تغطيتنا اليومية ضمن الرسالة اليومية لبطولة دورة شهداء الواجب، حيث يكون اليوم هو ختام هذه البطولة من خلال الحفل الكبير الذي تقيمه القوات البرية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان. العديد من الفقرات سيشهدها حفل هذا اليوم، ومن ضمنها أوبريت غنائي يقدمه الفنان الكبير فنان العرب الفنان محمد عبده. سنجري العديد من اللقاءات، كونوا معنا عبر الرسالة اليومية لدورة شهداء الواجب. القوات البرية الملكية السعودية القوات الجوية الملكية السعودية القوات البحرية الملكية السعودية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تتنافس في الألعاب الرياضية لتتكامل درعا حصينا للمملكة العربية السعودية ولتكون رمزا للتضحية والفداء خدمة للدين ثم المليك والوطن. حظيت الرياضة في قواتنا المسلحة باهتمام بالغ باعتبارها جزء مهم في بناء الفرد. بطولة كرة اليد، فاز منتخب القوات البرية بالمركز الأول وكأس البطولة يستلمه قائد الفريق الرائد فهد بن علي المزرور. بطولة السباحة،
فاز منتخب القوات الجوية بالمركز الأول وكأس البطولة يستلمه قائد الفريق النقيب حسين بن غانم القحطاني. بطولة كرة السلة فاز منتخب القوات الجوية بالمركز الأول وكأس البطولة يستلمه قائد الفريق العقيد الطيار ساير بن محمد الصوار. بطولة الكاراتيه فاز منتخب القوات البحرية بالمركز الأول وكأس البطولة يستلمه قائد الفريق النقيب البحري خالد بن فهيد الحري. بطولة كرة الطائرة فاز منتخب القوات الجوية بالمركز الأول وكأس البطولة يستلمه قائد الفريق الرئيس الرقابة الفني يوسف بن بشير إسراد. بطولة اختراق الضاحية فاز منتخب القوات الجوية بالمركز الأول وكأس البطولة يستلم قائد الفريق الرائد محمد بن سالم الأحمد. السلام عليكم. مبروك. الله يبارك فيك. شكرا طبعا. بطولة كرة القدم فاز منتخب القوات البرية بالمركز الأول وكأس البطولة يستلمه قائد الفريق الرائد خالد بن محمد السبيح. الله يطول عمرك. تسلم. الله يعطيك الصحة والعافية. بطولة ألعاب القوى فاز منتخب القوات الجوية بالمركز الأول وكأس البطولة يستلمه قائد الفريق العقيد الفني محمد بن علي القحطاني. مبروك. الله يبارك. بطولة التايكواندو فاز منتخب القوات البرية بالمركز الأول وكأس البطولة يستلم قائد الفريق إبراهيم بن محمد الدبدبي. السلام عليكم. مبروك. بطولة الجودو فاز منتخب القوات الجوية بالمركز الأول وكأس البطولة يستلم قائد الفريق الرائد أحمد بن عبد الله المجلي. السلام عليكم. مبروك. بطولة رفع الأثقال فاز منتخب القوات البحرية بالمركز الأول وكأس البطولة يستلمه قائد الفريق النقيب البحري أحمد بن علي الكثيري. بطولة تنس الطاولة فاز منتخب القوات الجوية بالمركز الأول وكأس البطولة يستلمه قائد الفريق المقدم فهد بن دخيل الله المالكي. مبروك. الثالث حقق منتخب القوات البرية المركز الثاني. حقق منتخب القوات الجوية المركز الأول والدرع العام لدورة شهداء الواجب للألعاب الرياضية 14 للقوات المسلحة. يتشرف معالي قائد القوات الجوية الفريق الركن محمد بن عبد الله العايش لاستلامه من يد سموكم الكريم. دامك شرفنا.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اه ما اعرف شلونك؟ طيب ما كاسنا مرتين. الله يطول عمرك ويحييك خليك. اهلا وسهلا. شلونك ابوك؟ تدخل الجيش؟ ها؟ تدخل الجيش؟ إيه؟ ان شاء الله. وظيفتك موجودة. ها؟ خلاص أول ما تجي تدخل كلية إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا لك. رعاة البطولة مجموعة الاتصالات السعودية. ويتقدم المهندس سمير مدبولي. اهلا وسهلا. الله يعافيك. مهندس سعود يسلمك سلامه واعتذاره والارتباط بالاجتماع. الله يسلمك. يقول لك نحن مستعدين في اي وقت. شكرا عبرك. شكرا دائما. شكرا. الله يسلمك. شكرا. 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 شكرا على الرعايه. الله يطول بعمرك. هذا واجبنا علينا. الله يتقبلهم يا رب العالمين. امين امين. سنة طول العمر. شكرا. شكرا. واجبنا طال عمرك. الله يسلمك. يرحمهم الله ان شاء الله. شكرا. الله يحفظك طول عمرك. سيدي صاحب السمو يتشرف الان معالي رئيس هيئه الاركان العامه بتقديم اهداء تذكاري لسموكم الكريم. شكرا. كما يتشرف معالي قائد قوات البرية الملكية السعودية القوة المستضيفة بتقديم إهداء تذكاري لسموكم الكريم. أربع نخل القوات ورئاسة الأركان. شكرا. مشاهدينا الكرام، يسرنا نلتقي بصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية. سمو الأمير يعجز اللسان هالوصف صراحة ما شاهدناه اليوم في الحفل الختامي للقوات المسلحة تنظيم ولا أروع لهذه البطولة. يحمل اسم بطولة تحمل اسم أشخاص أو شخصيات عزيزة على قلوبنا. سمو الأمير، سبب اختيار هذا المسمى لهذه البطولة؟ أولا وقبل كل شيء أقول رحم الله شهدائنا ودائما هم في قلوبنا. وتوجيهات سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين قائدنا الأعلى وسمو سيدي ولي العهد أننا دائما نتذكرهم ونرحم بالرحمة، واللهم ألهم أهليهم الصبر والسلوان، ويتأكدوا أن التعليمات دائما أمامنا ليس فقط تذكرهم ولكن رعاية أهليهم جميعا و كل من خدم الوطن سواء استشهد أو أصيب أو من عليه الله بالصحة والعافية، فهذا واجبنا كلنا. ونعاهد الله أمام الجميع كل القوات المسلحة أن نفدي هذا الوطن بكل ما نملك عملا وليس قولا فقط، والله الموفق إن شاء الله. ويسر أن ألتقي العميد حمود القبساني من القوات البرية. نقول لك ألف مبروك حصولكم على هذا الإنجاز في هذه الدورة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نهني أنفسنا ونهني قواتنا المسلحة على هذا العرس الرياضي الكبير الذي يعني شهادتي تكون مجروحة، لكن بشهادة الجميع أنه ناجح بكل المقاييس، وزاد يعني زاد فرحتنا حضور سمو سيدي الأمير خالد بن سلطان ورعايته حفل اختتام دورة شهداء الواجب، الدورة العزيزة على أنفسنا. فمرة ثانية أقول ألف ألف مبروك على نجاح هذا الحفل، وما عندي إلا أقول الله يوفق الجميع. زيادة على ذلك أحب أشكر
القناة الرياضية السعودية اللي كان لها دور كبير في تغطية الأولمبياد، أسميها الأولمبياد العسكري اللي تنافست فيه الأربع القوات في 13 لعبة، والحمد لله كان تنافس شريف وكان حفل ناجح بكل المقاييس، وختمناه بالحفل اللي شاهدتوه هذا اليوم، وألف مبروك لجميع منسوب القوات المسلحة على رعاية على هالحفل الكريم، وعلى ونشكر سمو سيد الأمير خالد على رعايته هذا الحفل. عقيد حمود يعني عميد حمود معليش، يعني الحفل الختامي شهد يعني ختام رائع ومبهر، يعني عمل جبار قمتم به في هذه الدورة. الحمد لله، العمل هذا ليس بجهدي أنا وإنما بجهود الرجال اللي شاهدتوهم أمامكم، كانوا يعملون على مدار ال 24 ساعة خلال الفترة الماضية، وكان هل تشوفوها الجهود هذه كلها بفضل الله ثم بتوجيه معالي قائد القوات البرية الفريق الركن عبد الرحمن بن عبد الله المرشد اللي دعمنا ووجهنا التوجيه المناسب في سبيل إظهار عرس القوات المسلحة بالمظهر الرائع والرائع، واللي شاهدتوه أكبر دليل على نجاح هذا الحفل، وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. بالتوفيق. وكما لا يفوتني أن أهني القوات الجوية على حصولهم على الدرع العام. شكرا. مشاهدينا الكرام، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام في بطولة شهداء الواجب المقدم محمد السيف، أول شيء نرحب بك السعودية الرياضية ونهنئك بنجاحها الاحتفالية الرائعة في ختام البطولة. الحقيقة ألف مبروك للجميع ونشكركم على تواجدكم أولا، والحدث هذا صراحة توج بتشريف سمو سيدي مساعد وزير الدفاع للشؤون العسكرية والطيران المفتش العام للشؤون العسكرية، وحضور أيضا معالي رئيس الأركان وأصحاب المعالي القادة وأصحاب السعادة والحضور والجمهور الكريم والزملاء الأعزاء في هذه الفعالية التي جاءت بعد فترة لمدة 3 أسابيع، ونحن ننتظر هذا الاختتام بعد المنافسات الرياضية اللي مرت عليها هذه البطولة. 3 أسابيع منافسة نقدر نقول محتدمة بين القطاعات، ختمتوها ختام مسك، ختام رائع، شهد الجميع بنجاحه، صعبت المهمة على اللي وراكم. الحقيقة هو لا نصعب المهمة على من هو خلف ورانا أو من سينظم هذه البطولة، بل بالعكس سيستفيدون من السلبيات والأخطاء وسيقومونها إن شاء الله. أحب أهنئ القوات الجوية الملكية السعودية، التي نفتخر بها جميعا في القوات المسلحة بحصولها على لقب الدورة، لقب الدوري، وأيضا نهنئ كافة الأفرع الذين حصلوا على ألقاب البطولة في الألعاب الرياضية، ونهنئكم أنتم. متواصلين في التغطية ونلتقي بالعقيد المهندس الركن مرعي بن عبد الله القرني. نرحب فيك أستاذ مرعي على شاشة السعودية الرياضية، نبارك لكم حصولكم على درع التميز، على درع بطولة دورة شهداء الواجب، ما هو شعوركم وأنتم أبطال وتتوجون من قبل الأمير خالد بن سلطان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بادئ ذي بدء أحب أتوجه بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان على تشريفه للحفل القوات المسلحة لهذا اليوم، وبمناسبة تحقيق الدرع والقوات الجوية المرة الرابعة التوالي، فإنني أتقدم بخالص التهنئة لمعالي قائد القوات الجوية الفريق الركن محمد بن عبد الله العايش، ولسعادة رئيس هيئة إدارة القوات الجوية اللواء الطيار مشبب السرحاني، ولسعادة العميد حسين بن ناصر اليامي،
والعميد عبد الله الشيري إدارة الشؤون الرياضية وجميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز. وأخص لا أنسى أيضا أن أشكر سعادة قائد قاعدة الملك عبد العزيز الجوية على جهوده وتذليل كافة السبل، وأشكر جميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز من اللاعبين والإداريين وجميع الأجهزة الإدارية والفنية. وهذا لم يأتي إلا من فراغ، يأتي بتكافل وتضافر جميع الجهود من منسوبي قوات الجوية. فأنا أؤكد على أن هذا الجهد حصل بمجهود جبار، والمرة الرابعة التوالية يدل على أن القوات الجوية تحتوي على مجموعة وكوكبة من نجوم الألعاب في جميع الألعاب الرياضية. وأكرر التهنئة لجميع منسوب القوات الجوية. مهمة صعبة تنتظركم في المنافسة القادمة، في البطولة القادمة، ماذا تعدون للمتابعين والمحبين لكم؟ والله إن شاء الله نعد بالتحقيق البطولة إن شاء الله، والقوات الجوية حالة حال القطاعات الأخرى حافلة بالنجوم، ولكن القوات الجوية بإذن الله تعالى بوجود المنشآت، بوجود اللاعبين، بوجود الأجهزة الفنية والإدارية، قادرة بإذن الله تعالى على المحافظة على اللقب وتحقيقه للمرة الخامسة على التوالي. نلتقي بالرائد وليد دلاك رئيس لجنة التنسيق والمتابعة في بطولة دورة الشهداء الواجب التي نظمتها القوات البرية. أولا نبارك لكم هذا الحفل الرائع، الحفل المميز الذي تميز أيضا بحضور الأمير خالد بن سلطان. ما هو شعورك وأنت تتابع هذا الحفل المميز؟ أولا أشكر قناة الرياضية على هذه الاستضافة، ثانيا الحمد لله والشكر، الحفل ظهر بالصورة اللائقة للقوات البرية والقوات المسلحة، والحمد لله كما خطط لها بدعم من قيادة القوات البرية ممثلة في الفريق الركن عبد الرحمن عبد الله المرشد، والحمد لله ظهر بالصورة اللي احنا راسمينها، والحمد لله توجها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الذي أثلج صدورنا في هذا تواضعه، وتحيتي للجمهور الحمد لله. صراحة توقعت أن يظهر الحفل بهذا الروعة؟ والله حسب ما خطط له الحمد لله، ولكن روعته في حضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان اللي أضاف جو للحفل الحمد لله، تحقق ما كان نصبه إليه من حسن استضافة وحسن اختتام الحمد لله. نشكر لكم جهودكم، تمييزكم في التنظيم، تمييزكم أيضا في حفل الختام، مميزين في كل شيء ما شاء الله. الحمد لله هذا بدعم من توفيق رب العالمين ثم دعم قيادة قوات البرية الحمد لله. مشاهدينا الكرام، كانت هذه الرسالة الختامية لدورة الشهداء الواجب 14 والتي قيمت بالمنطقة الشرقية تحديدا، والحفل الختامي والذي يقيم على الأستاد الأمير سعود بن جلوي براكة وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية. طبعا مشاهدينا الكرام، مدى 3 أسابيع كان زملائي مراسلي المنطقة الشرقية في تغطية متواصلة يوميا لهذه البطولة، كان زميل محمد العتيبي وأيضا الزميل نبيل الخالد وأيضا الزميل بدر العثمان، أيضا كنا في تغطية متواصلة لهذه الرسائل. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحيات زملائي محمد العتيبي ومني أنا فيصل القحطان ونبيل الخالد وبدر العثمان، وخلف الكاميرا المبدعون الزميل علي الطويرقي وصخر العتيبي وأيضا المونتير مونتاج ناصر الراشد. إلى اللقاء.